طبعا الصيف ابتدى ومين ما يحبش المصايف، ومين ذكرياته مع المصايف ما تنتهيش. لكن الحقيقة اعتقد ان كلنا عندنا ذكريات مع المصايف ليها علاقة بجلدنا وبيحصل ايه في الجلد، وناس كتير بتتحرق لما تتعرض للشمس في اوقات معينة، يعني بنتكلم انه ما ينفعش نتعرض فيها للشمس لكن بتحصل، وكلنا يعني ممكن نتعرض لده في المصيف وبيخلينا مش عارفين نستمتع بباقي الايام. احنا نروح دلوقتي لدكتور هاني الناظر استاذ الامراض الجلديه، هو يقول لنا نعمل ايه قبل المصيف ونعمل ايه في المصيف علشان ما نتعرضش لمساله الالتهابات دي. مساء الخير يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيب، وان شاء الله تكون كانت اجازه سعيده على حضرتك. مساء النور وكل سنه وحضرتك طيبه. الحمد لله الحمد لله، وان شاء الله كل الناس تستمتع بالاجازه بتاعتها برضه. دكتور، يمكن ناس كتير بتحب تقعد في الشمس وبتستمتع بالشمس وبتحب تاخد لون في الشمس وتحس كده انه يعني ترجع من الاجازه يقول لها ده انت كنت بتصيف، يعني زمايلها بقى في الشغل وجيرانها وكده. لكن الحقيقه انه احنا احيانا، ويمكن دلوقتي الجو كمان ما شاء الله في مصر حلو جدا، الجو هوا، فانت مش واخد بالك من حراره الشمس، تقوم وتتفاجئ بعد القعده في الشمس بالتهاب في الجلد. مش بس كده، لا احنا محتاجين الشمس، فيتامين د كمان. صحيح. يعني هو مش بس كده، هو بص حضرتك، لا احنا مش هنحرم نفسنا من الشمس ولا حاجه، بس نعرف امتى التوقيتات اللي نقعد فيها في الشمس وجلدنا ما يتحرقش ونستفيد وناخد اللون الحلو وفي نفس الوقت نكون فيتامين د. اللي هي ايه بقى حضرتك؟ ايه بقى التوقيتات يا دكتور؟ فتره الصبح بدري لغايه الساعه 9 الصبح. لغايه 9 الصبح، احنا نصحى بدري قوي كده في المصيف. أو لا مش شرط، لو اللي ما قدرش يصحى الصبح نقول الفترة حضرتك اللي هي من 4 العصر لغاية الساعة 7 قبل المغرب. ودي أجمل وقت، يعني بتبقى الجو حلو ودرجة حرارة معقولة والمية حتى بتبقى سخنة، اللي هينزل المية دافية. هنا بقى الأساعة فوق البنفسجية بتبقى ساعة طويلة الموجة مفيدة جدا للجلد ولا تسبب أي حروق إطلاقا. ونقدر نستفيد من وجود فيتامين د في الأشعة دي؟ الحقيقه فيتامين د بيتكون في الجلد مش في الاشعه، يعني لما اشعه الشمس بتقع على جلدنا بتحول ماده اسمها 7-دايهيدروكوليسترول، دي موجوده في الجلد من الاول، بتحولها لفيتامين د 3. عشان كده بنحصل دايما على الفيتامين عن طريق تعرض الجلد للشمس. اللي بحذر بشده الناس انها تتعرض للشمس فتره صغيره. يعني فتره من الساعه 10 الصبح بعد الساعه 3 بشمس الاشعه بتبقى قصيرة الموجة ومؤذية جدا للجلد، وبتسبب حروق وتترك بقع سمراء عشان السيدات بيضايقوا منها، وبتعمل حروق مش بتعمل لون جميل ولا حاجة. صحيح. فبلاش نبعد عنها. طيب، هل المفروض كل اللي بيتعرض للشمس يحط واقي للشمس، سواء حتى لو بيتعرض في الفترة اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها قبل الساعة 9 صباحا أو من 4 ل 7؟ لا، الفترة بتاعت آخر النهار دي مش محتاجة الواقي. إلا إذا كان مش عايز يسمر. طب واستخدام الكريمات اللي بتساعد على انه الجسم يبقى يعني بياخد لون اكتر من الشمس؟ ما عنديش مشكله، بس برضو بعد الساعه 4. طيب يا دكتور، دلوقتي بقى الاطفال بيتمرنوا كمان، اللي بيتمرن السباحه، ازاي يعني الامهات تاخد بالها من جلدهم وهم بيتمرنوا سباحه واحنا في الصيف؟ وطبعا يعني كتير جدا بتكون حمامات السباحه حمامات مفتوحه. هو طبعا احنا هنا مش هنقدر نعمل حاجه تمنع الحرق، لانه اذا نزل الساعه 12 هيتعرض. لكن هو طول ما هو تحت الميه انا ما عنديش مشكله. المشكله بره الحمام لو انه ما يقعدش كتير، يعني هو لو تحت الميه خلاص الاشعه بتتكسر بالميه فمفيش خوف على الجلد. انما لو جلد بره، يعني قاعد بره بمده، ده غلط. طيب. هي المشكله الحقيقه اللي بتقابل الامهات بالذات بالنسبه لحمامات السباحه، ان الولاد حتى الكبار يعني شعرهم نتيجة الكلور بتلاقيه بيتقصف وبينشف وبتبقى حروفه مكسرة. دي حلها سهل. ازاي؟ انه سواء كبار او صغيرين، ان قبل ما ينزل المية بيدهن او بتدهن الشعر بزيت اللوزة حلو. فده مفيد جدا، اولا بيمنع تأثير الكلور على الشعر، اتنين بيحافظ عليه من التقصف والجفاف والتقصف. صحيح. طب يا دكتور، مفيش حاجات زي دي للجلد؟ انه يمكن ناس كتير بتتكلم على انه استخدام المرطبات، سواء المرطبات الطبيعيه او الكريمات، على مدى طويل بيحسن من يعني الجلد، ويحسن كمان من مقاومته لاي يعني حروق او متغيرات بتنتج عن الشمس او غيره. هو بالنسبه للشمس احنا بنحط طبعا بنحط الكريمات اللي هي الواقيه طبعا، دي بتحمينا جدا،
وطبعا انا بحط بتبقى على حسب نوع بشرتي. يعني انا لو بشرتي دهنيه بحط الحاجه اللي بتبقى في صوره جيل مش كريم. لو بشرتي جافه احط الحاجه اللي في صوره كريم. وطبعا الاطفال ليهم حاجات والكبار ليهم حاجات. فلازم ارجع للدكتور اقول له ايه اللي يناسب بشرتي وايه اللي يناسب على حسب السن طبعا. طب في حاجه ليها علاقه بالتغذيه يا دكتور؟ بمعنى؟ يعني تغذيه تؤثر في الجلد. بصفة عامة طبعا اكيد الاكل الصحي خاصة الخضروات الطازجة والفاكهة الطازجة مفيدة جدا للجلد. طبعا يعني رقم واحد طبعا قبل الاكل كمان المية. المية نشرب مية كتير في الصيف. موضوع بصي حضرتك الجلد حياته في المية. فأنا شرب المية كتير بيمنع جفاف الجلد، بيمنع إصابتي بأمراض كتير، بيخلصني من الأملاح والسموم، بيرطب الجلد، بيمنع ظهور التجاعيد المبكرة. يعني مش يعني مهما قلت لك من فوائد يعني عايز اتكلم فيها ساعه. فرقم واحد شرب الميه كتير. اثنين حضرتك الاكثار من اكل السلطه الخضراء. لانها فيها المعادن والعناصر والفيتامينات اللي محتاجها الجلد انه ينمو بشكل طبيعي، محتاج يبقى ناضر، البشره صحيه، طبعا الاكثار من السلطه الخضراء. وبحذر من الحوادق والمخللات والسكريات الكتيره على الجلد. الشعب المصري كله بيحب المخللات والسكريات يا دكتور. الدراسات كلها بتقول اولا احد اسباب ظهور التجاعيد المبكره. طيب يا دكتور، يعني انا بشوف ان حضرتك على السوشيال ميديا ما شاء الله ناشط جدا وبترد على الناس وعلى تساؤلات الناس واستفسارات الناس بشكل مستمر. كمان عايز اسال حضرتك اكثر الاستفسارات اللي بتجيلك والتساؤلات اللي بتجيلك خلال فتره الصيف بتكون ايه؟ هو اكثر حاجه على مدار السنه سود الشعر. يعني دي المشكله رقم واحد. يعني في اي وقت هفتح الصفحه والاقي اسئله هيبقى 70% من الاسئله انا شعري بيوقع. الحاجه الثانيه البحر والمصيف بيأثروا كمان يا دكتور على موضوع سقوط الشعر؟ طبعا مفيش كلام. طبعا الميه وميه البسين بتأثر وميه الميه الملح بتأثر. بس انا عايز اقول حاجه للناس يعني خصوصا الامهات. ناس كتير من الامهات تقول لي انا عندي طفل عنده 7 شهور وشعره ما بينموش، شيء طبيعي في السن دوت. ما ينفعش يعني نقلق على الطفل قبل 4 5 6 سنين. او تقول لي بنتي عندها 30 شعرها خفيف، طبيعي لانها بتنمو. وبلاش ندي الاطفال في السن ده اي ادويه خالص عن الشعر. فيتامينات خاصه بالشعر يعني. لا طبعا، لا الكلام ده واحد كبير عنده مشكله ولازم نشوف اسبابها ايه. لازم يكون باستشاره طبيب. طبعا، مفيش كلام. بشكر حضرتك دكتور هاني الناظر الاستشاري واستاذ الامراض الجلديه، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معانا.